ترأست وزيرة الإعلام الناطقة الرسمية باسم الحكومة مادلين ألينجي ممثلة لسيدة البلاد الأولى هند ديبي نو انطلاقة أعمال الدورة الخامسة للصحة من أجل حماية الأمة والطفل. حضرت الانطلاقة وزير الصحة العامة غربتنا كارميلا سوكات إلى جانب الشركاء في الصحة للبلاد. بحر الدين الدشافي الدوت. ضمن البرامج والأنشطة الصحية التي توليها الحكومة بالعناية والرعاية الاجتماعية وتحسين حماية الأم والطفل بالصحة، جاءت الانطلاقة الرسمية الدورة الخامسة للبرنامج الوطني للرعاية الصحية وحماية الأم والطفل والحد من تقليل وفيات الأمهات. هذا وقد تحدث عدد من المختصين في الرعاية الصحية وشركاء التنمية بخطابات تعددت حول الصحة تتعلق عموما بالرعاية الاجتماعية، مؤكدين حديثهم بأن مثل هذه المشاريع الحيوية التي تدعمها سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو في المجالات التي توفر الصحة للمواطنين ومساندة الشرائح الضعيفة. انتوا الرجال وين باقف مرة كان خلباني ما تودوها في الوفيسال ما تأدوها، تقول نرجو لأما نرجو إمتا نرجو خالتها تمشي توديها مخالص او امي او ام ده ولا هي سواتها سخير ده بيلي ده ما هو الراجل اللي بس انتها سخير ده ما يدور يجيبوها في الابتال قال نادي خالصة لجدتها تجيبها الابتال. وزيرة الصحة العامة انغربتنا كرمال سكات اشارت في خطابها بان الحكومة وضعت في اولوياتها حماية الام والطفل. نادم كين ده دروع قال انت تموت ولا تقوم ده ما في الى على الخلقانة ده وأول كان ما بدوروا يداوها ده مالا جابوها في لبتان ده كله قال لكم أنتوا رجال أول كان واي كي ولد كي وراكو ده بطان كي نال نفر شغل ده ما يسي. وزيرة الإعلام الناطقة الرسمية باسم الحكومة مادلين ألينجي ممثلة لسيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو أشارت إلى أن مثل هذه المشاريع الصحية تعد من اهتمامات الحكومة حول مكافحة الأمراض الوبائية وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين. وفي نهاية الحفل قام المسؤولون بزيارة التفقدية داخل المركز الصحي لمعرفة الحالة الاجتماعية والصحية وسير العملية أثناء ساعات العمل.